السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد جمال من قناتكم تاش تري اي جي المصري. موضوع النهاردة كده يا جماعة هيبقى خفيف لطيف ظريف، الشواحن الغير أصلية، انفجار بعض البطاريات بتاعة الهواتف. هنتكلم ازاي ممكن التليفون بتاعي ينفجر، او هنتكلم بشكل أدق شوية عن شوية أضرار بيسببها الشواحن الغير أصلية. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعاكم محمد جمال من قناتكم تشتري ايجي المصري. في البداية يا جماعة اللي مشتركش في القناة يا ريت تشرفني وتشترك في القناة عشان تتابع كل حاجة جديدة. لازم تفعل الزر بتاع الجرس علشان يوصلك أي إشعارات بأي فيديو بننزله جديد ويكون حصريا عندك. تالت حاجة ودي الأهم، أنا بعرف الناس اللي حابة المجال اللي أنا شغال فيه عن طريق اللايك، فيا ريت ما تبخلش عليا إن أنت تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب طبعا، ودي أساسية بالنسبة لنا دايما، وتشاهد معايا الفيديو ده للآخر. المهم خلينا بقى بسرعة، الشواحن الغير أصلية أو الشواحن الفيك أو الشواحن المضروبة أو كتير. يعني أنا دلوقتي لما بشتري موبايل بلاقي معاه شاحن، بقول إن الشاحن ده مهم جدا بالنسبة لي. إشمعنى الشاحن ده مهم؟ أصلي يعني إيه أصلي؟ يعني الشاحن ده بالمختصر الشركة مصنعه علشان التليفون بتاعي أنا، عشان تليفوني ده. تمام، ده حاجة مهمة جدا وهنخليها معانا للآخر. المهم بالنسبة لنا إن أنا ممكن الشاحن باظ، فأنا اشتريت شاحن فمرضتش مثلا أجيب الشاحن بتاع شاومي أو أجيب شاحن إنفينكس أو أجيب شاحن أبل أو أجيب أي شاحن لأي شركة مهما كانت، ورحت جبت شاحن صيني متقلد. ركزوا معايا يا جماعة، أنا بتكلمش عن شاحن صيني زي لودين أو أي نوع من أنواع الشحن الصينية. طبعا كل الشركات انا بحترمها جدا، بس في شركات بتقلد الشاحن بتاع شاومي وبتقلد شاحن ابل بتقلد شاحن سامسونج، بتقلد كل الشاحن بمعنى صح. طيب ايه الفكره؟ ان انا مش محتاج شاحن متقلد. افهمك، الشاحن المتقلد هنبقى نتكلم عنه في حلقه جايه ان شاء الله، وهعرفك ازاي تعرف الشاحن ده اصلي او مش اصلي، متقلد او مش متقلد. بس خلينا في الاضرار. اول حاجه الشاحن المتقلد او الغير اصلي او اللي هو مش بتاع الشركه نفسها بس هو عليه اسم الشركه، ده الشاحن اللي هي المتقلد. اول ضرر بيسببه لنا هي السخونه، الموبايل بتاعي لما باجي اشحنه بيسخن. طب ده صح؟ في ناس اتعودت على كده، بس ده خطر جدا. خطر ليه؟ لان السخونه الجامده دي بتبقى في البطاريه، البطارية عامة لو زادت عن 50 سيليزيوس ممكن تنفجر، زي ما بيحصل أو حصل في سامسونج 7 نوت 7، وكانت البطارية بتاعته بتنفجر أثناء الشحن. طب إحنا يا جماعة المفروض نسأل نفسنا ليه بتنفجر أثناء الشحن؟ طبعا عشان حرارة البطارية بترتفع جدا ومفيش طبعا تبريد للبطارية، فالمواد الكيميائية اللي في البطارية بتتفاعل فبتنفجر، وده ممكن يحصل بسبب شاحن مش أصلي. ده كان عيب في تليفون سامسونج، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على شاحن مش اصلي ممكن يعمل نفس المشكله. تاني عيب معانا اللي هو الشحن السريع. طبعا انا بجيب التليفون بتاعي في مثلا خاصيه للشحن السريع، ان انا ممكن اشحن التليفون بتاعي بسرعه جدا مثلا في نص ساعه، ساعه ماكسيمم ساعتين، بعكس الكلام اللي احنا بنشوفه مع الشاحن اللي مش اصلي او الشاحن المضروب او المتقلب. الشواحن دي يا جماعه لما انت بتيجي تشحن بيها التليفون فعلا التليفون ممكن يشحن 5 ساعات 6 ساعات، فانت كده فقدت اهم جزء وهو الشحن السريع. وتالت عيب هو ان انت لو استخدمت شاحن متقلد او كابل متقلد، ده في حد ذاته في دايرة كهرباء بيمر بها التيار ده علشان يشحن البطارية، فدايرة الكهرباء دي نفسها بيحصل فيها تلف. التلف ده ممكن يسبب ان الشاحن نفسه ما يشتغلش، وخصوصا ان دايرة الكهرباء بتاعت الشاحن يعني صعب ان انا اغيرها وصعب ان انا الاقيها اصلا وصعب ان انا اجيبها من حد. اخر عيب معانا اللي هو اخر عيب معانا هيبقى تلف البطاريات بتاعت الهاتف. تمام، انا دلوقتي بشحن بشاحن مضروب او شاحن متقل، الشاحن ده انا بشحن فيه فالموبايل بياخد مني 5 ساعات شحن. تمام، بعد ال5 ساعات الاقي الشحن مثلا اول يوم خلاص 12 ساعة، تاني يوم 11 ساعة. طبعا يا جماعه انا بتكلم ارقام خياليه، يعني ما تاخدوش على الكلام اللي انا بقوله في الفيديو ان انا الموبايل يقعد معايا 12 ساعه واكبره معايا 3 ساعات. انا عندي مشكله بطاريه بسبب الشاحن اساسا. المهم هيبقى في تلف في البطاريه نفسها، ان البطاريه مش هتقعد معايا اليوم،
مش هتقعد معاه الوقت الطبيعي بتاعها. يعني لو البطارية المفروض تقعد معاه 6 ساعات تشغيل متصل، هلاقيها بتقعد ساعة، ساعتين، ساعة ونص، 3 ساعات، ميكسيمم 5 ساعات، 4 ساعات. طب ده بسبب ايه؟ ده بسبب اختلاف التيار اللي بيشحن البطارية. انا مثلا البطارية بتشحن عندي على 2 فولت مثلا، بديها 2.5 فولت، ده بيسبب تلف في اجزاء للبطارية، فالبطارية بالتالي ما بتديش القوة الكاملة. كان معاكم محمد جمال من قناة كومتاش تي في ايجي المصري، واتمنى يا رب تعملوا سبسكرايب، واي حد عايز يسأل في اي نقطة من دول ممكن يكلمني في الكومنت او يكلمنا عن طريق الموقع بتاعنا www.tashtriegi.com.